هنكمل باقي كلامنا عن الفايبروميالجيا. هنتعرف على بعض الاوصاف والالفاظ المشهوره بتقولها حالات الفايبروميالجيا لما تيجي تشتكي في العياده. فمثلا تيجي العيانه تقول انا بحس بوجع في جسمي كله، او بحس بحرقان في كل عضل، او تقول انا بحس بوجع في ظهري كله برقبتي وكتفي وبحس بتدفيفه فيهم اول ما اقوم من النوم الصبح، او تقول بحس بتنميل وحرقان في ايديا ورجليا، او بحس بحرقان في جسمي كله، او تقول بحس اني مرهقه وهمدانه وبتعب من اقل مجهود، ولما بقوم من النوم الصبح بحس ان جسمي مكسر وكاني ما نمتش. لكن مش في كل الاحيان حالات الفايبروميالجيا بتيجي تشتكي شكاوى مباشره زي اللي سمعناها في السلايد اللي فاتت، وبالتالي ممكن بعض الحالات تبقى مزد منا لو احنا مش مايندد بالفايبروميالجيا ومش واخدين في بالنا ازاي نتعرف عليها. وعشان كده هنتعرف مع بعض على اهم الملحوظات والامثله اللي ان شاء الله هتساعدنا ازاي نلقط حالات الفايبروميالجيا اللي ممكن تكون هيدن، اللي مش بتشتكي بطريقه مباشره. ويمكن ده هدف اساسي من كلامي عن الفايبروميالجيا، وعشان كده سميت الفيديو ده والفيديو اللي جاي بي مايندد ويز فايبروميالجيا، لان الامثله والملحوظات دي لما الحمد لله عرفتها وتعلمتها فرقت معايا كتير في شغل. هنتكلم عن الملحوظات والامثله دي في اربع مجموعات من العيانين: رقم واحد في الحالات اللي بتشتكي من سيرفايكال اند باك بين، رقم اتنين في الحالات اللي بتشتكي من نيوروباثيك بين، رقم تلاته في الحالات اللي بتشتكي من الني بين، رقم اربعه مجموعه من الميسلينيوس كيس. هنتكلم عن اول مجموعه من الحالات اللي بتشتكي من سيرفايكال اند باك بين. نشك في الفايبروميالجيا وندور عليها في الحالات الاتيه: لما الحاله يكون سنها صغير، يعني سن مش شائع انه يحصل فيه خشونه في الفقرات، مثلا سن العشرينات او الثلاثينات. رقم اتنين لما العينه تشتكي من الم في رقبتها والم اسفل ظهرها في نفس الوقت، وساعتها لما بعمل اكزامينشن للعينه ممكن فعلا الاقي ديفيوز تندرنس على النك والباك مش في منطقه معينه. بدور على الفايبروميالجيا في الحالات اللي زي دي، لان زي ما قلنا في تعريف الفايبروميالجيا انها ديفيوز بين، يعني بين فوق وتحت الوسط. رقم ثلاثة لو العينه بتشتكي من الم في رقبتها وظهرها من فتره طويله، وممكن تكون اخذت علاجات زي بسط العضلات والمسكنات ولكن ما تحسنتش بالدرجه المطلوبه او بتتحسن والالم بيرجع لها تاني على طول. وعشان حالات الفايبروميالجيا ما تبقاش مزد منا في المجموعه دي، مهم واحنا بنعمل فحص لحالات السيرفايكال اند باك بين وبالذات الحالات المزمنه، اننا بالمره نفحص التندر بوينت اوف فايبروميالجيا اللي ريليتد لمنطقه النك والباك والشولدر، ولو كانت النقط دي بوزيتيف على الناحيتين نكمل فحص النقط ونقيم الحاله كويس. في حاجه كمان ممكن تشككنا في الفايبروميالجيا في مجموعه السيرفايكال اند باك بين، لما يكون الحاله فيها تريجر بوينت اوف مايوفيشال بين، وممكن ده يكون الفيرست بريزنتيشن لحالات الفايبروميالجيا. ونشك اكتر ان الحاله فايبروميالجيا لو كانت اخذت علاج للتريجر بوينت وما اتحسنتش، او لو كانت التريجر بوينت موجوده في اكتر من مكان، مثلا فوق عند الترابيزيوس وتحت في اللو باك او الجلوتيال ريجون. وما دام اتكلمنا عن التريجر بوينت، مهم نعرف الفرق بينها وبين التندر بوينت. التندر بوينت نقطه تندر في مكانها لوكالايز، مش بتسمع بالوجع لمكان تاني، ومثال عليها ال 18 تندر بوينت اللي بنشخص بيهم الفايبروميالجيا. اما التريجر بوينت دي نقطه تندر موجوده في المصل، لما نضغط عليها بتسمع بوجع او تنميل في مكان بعيد عن النقطه الاصليه. من اشهر الامثله على التريجر بوينت، التريجر بوينت عند الميد ترابيزيوس، لما بنضغط عليها بتسمع بوجع وتنميل في الدراع والايد، والتريجر بوينت في منطقه اللور باك على البارافرتبرال مصل، لما بنضغط عليها بتسمع بوجع وتنميل في اللور لمب ممكن لحد الفوق.